المهر من تقاليد الزواج في ثقافات عديدة حول العالم ويتخذ أشكالاً مختلفة. في الهند يدفع أهل العروس المهر ويتقدمون لطلب يد الشخص المناسب، ويكون عليهم الاستماع لشروط أهل العريس لضمان حقوقه. في بعض أجزاء من الصين تقدم عائلة العريس هدايا لعائلة العروس كجزء من المهر، ويمكن أن تشمل المجوهرات والأجهزة وحتى العقارات. في جزر فيجي وتحديدا بين السكان الأصليين يطلب أهل العروس سن حوت لإتمام مراسم الزواج، وينظر إليه على أنه اعتراف بالنوايا الطيبة لعائلة العريس. وفي رومانيا بعض المناطق الريفية هناك يجب أن يخطف العريس عروسه كجزء من مراسم الزواج قبل أن يتم التفاوض على بقية الأمور بين العائلتين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.